إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار براي خوشويستي من في الخوازي زانستي شرعي بارك الله فيكم وأيدكم بنصره لواني رابردو مانا بفضل الله ومنه وكرمه لواني هشتاويكا تواني من باسي أو فصل بكين كأو بشاني دياري كردوا لقرآن بيروزا بو أواني كميراتي أبن لواني كميراتي عن ندوا بجي أميني كبيشوا من فرموي والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة كباس من كرب تفصيل الحمد لله كبريتي بولا يقل سردو لقل يقل سرچوار لقل يقل سرهشت لقل دو لسرسي لقل يقل سرسي لقل يقل سرشش بروني كأمان هر كاميان چند چين دخلتي أيبات بونا وثمان يقل سردو بشي تيرجور كسا بوشي ويا إن شاء الله لموانا يمان دا دين سر كتابش يقل كتاب الفرائض والوصايا كفيشوامان أبي شجاع أصفهاني هناويتي لموانه من دوامي هشتاودو دين باسي وصيتكين كبما كتاب الفرائض والوصايا كتاي في هناوو وأشيت سر كتاب النكاح إن شاء الله بوج أقين أقر تمنمان دريجيها بي إن شاء الله في شوامان أبي شجاع أصفهاني أفرمي فصل واتبشيكي جيا لناو كتاب الفرائض والوصايا ده وتجوز الوصية أفرمي وتجوز الوصية يعني وصية دروستة ووصية دروستة ما مصطامان مصطفى الديب البغى أفرمي والأصل في مشروعيتها بيتسر باسكردني آية حديث لو بواريه أفرمي والأصل في مشروعيتها آيات منها كومل آياتك لوانا قوله تعالى فرمعشتي فروردقاري مازن مانك أفرمي من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني لدواء وصيتك وصيتي في أكرابي يا قرزي كلا سرشاني مردوك بي او جادز اكري بدابش كردني ميرات مردوك من امادة كرد تواو قرز لسرشاني بي ادريتوا وصيتك كرد بي تيجي بجي اكري او جادز اكري بدابش كردني ميراتكي كوكو باسم كروتم زانايا لو شي تشيا كرتيان هل هناوا تدوم وابو كانت أم آياتها لسورة النساء آيات دوانزة زور بجواني باسيكا وأفرمي وأحاديث منها وكومل حديثك لوانا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كبخاري ومسلم رحمتي فروردقار لهردو كان بي لابن عمر وابن عمر كي واتع عبد الله كري عمر رضي خوال أخوي باوك الشهيد كيبه أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في غمر الشيرين من صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده دفرمي ما حق امرئ مسلم ما فيه مسلمانك نية له شيء اشتكي هبه يوصي فيه بيوي وصيتي تيادا بكا لباري ووصيت بكا
ما فيني فش جوي بخا دفرمي يبيت ليلتين دوشو بمين يتوى إلا ووصيته مكتوبة عنده إلا أبي أو وصيتي كأيوي وصيتي دربار بكا دبي نسرابي للاي خوي يعني لو كاتي كنيتي هيا وصيت دربار اشتي بكا كأيوي لدواي خوي الرون بيتاو هيج كيشيكي تيادا نبي بويني دواي خا بويني دواي خا إلا أبي وصيتك بنوسي للاي خوي دا ابني شون كلواني بمري كمر وصيتك نسرابو اواني لدواي بجيماون بجواني وصيتك اخوين نور هيج كيشيك رونادات تيجيش تبرا شيرين كيمن واتا اي مما يليق بالمسلم اويك شياو بمسلمان دبي الرفتار وروشتي اوابك وصيتي بنسي اي مما يليق بالمسلم والاحتياط له والحزم يعني احتياط بك وهروها تندو طول به درباري كارو باركان جياني روشاني خوي حزمي هبه كسيكي ببايخ به احتياط بك واتا دايما شاوي لو بك لدوار روشا ببرنامه رجي كار بك ام نخوشا نخوشي كشندي هيا بونمونا سرطاني جغريتي سرطاني سيتي سرطاني بروستاتيتي شكريكي قرسي هيا فستانيكي بردي خويني لقلايا هر كاتيك لكاتكان لوانيا اجلي بيو بمري ام كسا كري هيا كتي هيا جني هيا دايكي هيا براي هيا خشكي هيا ملكو املاكي هيا باوصيات بنوسي باوصيات بنوسي كاما خيرا كاما خدمي كاما بشي خدمة نزيكا كان وكو خير خير بيان ادي كاما بشي حجره ومزقوته كاما بشي نازانم تشيو اوشتانيه همو يبنوسا بوي هيج كيشي يقرون دا لدواي مردني خوي كاتا فرمي اي مما يليق بالمسلم والاحتياط له والحزم ان يعزل بكتابة وصيته كفلبك بنسين وصيتك ويستحب ان يكون هذا حال صحته فرمي وباشتر وايك او نسين وصيته لحال باردوخي تندروستي دابي نجبكات حالتي كيوانا تواني خسبكا بإشارة بآماجة بيو خلقي تيبقيني لحال بارودوخي كي تندروستي لا شيدا واباشك وصيتك من وسيل أفرميت يا شوام عن بخاري ومسلم روايتي عن كردوا إيما هاتي نصر باسي أوي كيف يا شوام عن فرموي وتجوز الوصية وين فرمو باشا اي كوا پیناسکی باز نکردوا بلا اشتاکا زور رونه اشتاکا زور رونه هر بوی اکری بلین ما یوصا به وکو پیناسی لیه بوی یعنی بریتیا لوشتی که در باره وصیت اکری بریتیا لوشتی که به هوی و وصیتیک اکری بونمونه ملکی که هیا بونی او ملک و عالم کساکا که وصیت کبکا ما یوصا به هر وکو لو حدیثی شاک ایستا باس من کرد هاتوا كافرمي ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده تيجيش تبرا شيرين كيمن يعني ما لروي زمانواني و ابو شيوي ليك ادريتا و ما يوصى به بل عمل شرع اجدا زانايان افرمون عهد خاص مضاف الى ما بعد الموت يعني بيمانيكي كايبتا مضاف الى ما بعد الموت اخريتا دواي مردن كمردن هاو بسر او كسيا او مرد او جاء وصية ديتا بواري جيبا جي كردن تيجيش تبرا شيرين كيمن اما بكرتي وصيتا هم للاي زانايا وهم لروز مانوانيا وبلغيشيان بو امقسا او فرموديا كرافا مانكر الحمد لله تيجيش تبرا شيرين كيمن تو اقر ديقتي آية كبي سيري آية كفكة أفرميتي من بعد وصية يوصى بها أو دين كواتا أبي إيما لريوة أو بزانين كدواي مردني كسي أبي بشي دستيكين بدانوي قرزكين تو تماشاكا أقر بشي نخزمتي السنني ابن ماتي قزويني رحمه الله رحمة واسعة بجمار 2433 لسعد كري أطولوا
عن سعد بن الأطول أن أخاه مات برايك هبو مت وترك 300 درهم سيصد درهمي لدواي خوي بجهشت وترك عيالا وما نخزانش لدواي خوي بجهشت فأردت أن أنفقها على عياله ويستم كأو مالي بجهشت وخرجي كم بمالو خزانك خوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أقادار كرايوة للاين فرورد قالوة كبراي أمكس كناوي سعدي كري الأطول أم حالك يتي إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه براكت جير دراوة بهوي قرضي لسرشان يتي قرضكي بوبروة با جير ندريت. فقال يا رسول الله سعد فرمي أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم قد أديت عنه إلا دينارين فرمي حركي قرزي لسرشاني براكم بو قشتيم داوتوا تنها دو دينار نبي. ادعتهما امرأة وليس لها بينة آفرتي بانغ شيئكا ادعائكا بروباغنديكا علي من دو دينارم للاي براكتا بلام أم آفرتك أم بانغ شيئكات هج بلغيني أبو سلمان دني قصكي أما كيف أعلى سعد وعلى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطها فإنها محقة بيدري أو آفرة راسك خو أجر نتواني بقسا بيسلميني كدو ديناري للاي براكي تويا واتا براكي تو دو ديناري أم آفرة قرزارة واتا هركسي نيزاني قصة بچاكي بكا بلغني لسروي لسر حق نبي هواهي نتواني قصب كاماتي خوي بسيني بلان راسكات وك او افرته بيغمري خوا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرموي بيدري راسك فاعطها فانها محقه او جارك دو دينارك درايه وبافرتك براكيش او حالتي كاستا دو تشاري بو نايميني كبريتي لجين دراني تيجيش تبرا شيرينا كيمن اجر كسيك مرد قرزار بو نيبو بيداتوا اوال بيت المال مسلمان بو يدريتوا بلان هتا خوي هي بي ابي لهي خوي بيدريتوا او الرونه للاي زانايان كسيك بمري خوي مالي هبي قرزار بي دبي لو مالي خوي قرزك يبو بدريتوا بلان كسيك بمري نيبي اوا بيت المال مسلمان قرزك اجريت سرشاني خوي هر وكو في شوامان بخاري شريف رحمه الله رحمة واسعة لصحيح كيدا بجمار 2298 لأبي هريرة ورضي الله عنه ومن رواية أكا كفي غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى فرمي كسي مرديان بو أهنا بو تي بو ينوشي لسركة بما بس يويك في غمر الشيرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوشي لسر بكات عليه الدين قرضي لسربو سيسأل هل ترك لدينه فضلا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم يفرمو آيشتيكي جيهشتوا ماليكي زيادة لدواي خوي كقرزكي اللي بدريتوا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى فرمي أجر قصيبه بكرايا كبالا أم كسيك مردوة هناب يعني بو أوي توي عزيز نويجي لسر بكي مالكي جيهش وتا قرزكي بو بدريتوا صلى أو نويجي لسر أكر وإلا قال للمسلمين أجر بوايا بو ترايا هج مالكي لدواي خوي بجي نهيش توا تا قرزي سرشاني بو بدريتوا لي بمسلماناني أفرمو صلوا على صاحبكم وتنوج لسر هاولكي خوتان بكن. فلما فتح الله عليه الفتوح كاتي كفر وردقاري مزن درقاي فتوحاتي لسر في غمر الشيرين صلى الله عليه وسلم كردوا مال سامانك زور رجاب سر مسلمانانا لأنجامي أو فتحاني كأكرا أو كاتفر مي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من لبرترم بمسلمانان لنفسي خوشيان من لمسلمانان لبرترم بخوايان. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا هركس يبمري لإيمان دارانو
قرضێکی جێهێشت بێ لەسەر شانی کە ئەبێ بدرێتەوە فعلی قضاؤه ئەوا لەسەر منە دانەوەی لەسەر منە دانەوەی قرضی ئەو مسلمانە ومن ترک مالا هەر کەسێکی ژمرد و ماڵێکی لە دوای خۆی بەجێهێشت فلی وەرەسەتیه ئەوا بۆ میراثگرانی خۆیەتی و من نامەوێ ئەوا ڕەحم و بەزەی پێغەمەری شیرینە صلى الله عليه وعلى آله وسلم بو يا اخوي جورا فرمي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ايما توما روانا نكردو الا وكن رحمه نبي بو جهان تيجيش تبرا شيرين كيمن ام بيغمر ناس دار صلى الله عليه وعلى آله وسلم زور 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 برحم بوا او تنشتكي اوايا در اكوي وصدان هزار نموني ديكاية هزاران نموني ديكاية كأي سلمين سنك ببزيبوا في غمر الشيرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم برا عزيزة كيمن كسيك بيه بي درباري اشتيك وصيت بكا وصيت كردن درباري او دبيت واجب ورد برا ولي ملنشي كسيك بيه بي نيت بيني وصيت بكا درباري اشتي او وصيت كردني كنيتي بوهناوه أبيت واجب لسري تيجيشتي سيبك الله جل جلاله لسورة بقرة آيات صدو هشتاو يكا فرميتشي ده فرمي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ده فرمي نسرا ولا سرتان أجر يكي لإيوة كوت سرمرك إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إن ترك خيرا واتا بيوي وصية درباري اشتبكا بو باوكو دايكي وبو خزمان زيكا كاني بچاكا أو وصية كردنا لسري أبيتا تي أبيتا واجب زانايان دلين آية كاني ميراد أمين سخ كردو توا ئەوەی نەسخ کردوتەوە کە بەش دیاریکەی بۆ باوکو دایک چونکە بە ئایەتەکانی میلاد بەش بۆ باوکو دایک دیاری کراوە یان نە دیاری کراوە بەس ئەوەی نەسخ نەکردوتەوە کە وەسیەتەکە هەرماوە حوکمەکەی وەکو خۆی دەبێ ئەو دوشتە لە یەک جیاقینەوە ئەگەر وتت ئەم ئایەتە بەڵگەیە لەسەر دیاریکردنی بەش بۆ باوکو دایک ئەوە ئەوترێ بە ئایەتەکانی میلاد نەسخی ئەوە ئەکاتەوە بلام آية كاني ميراث نسخي حكمي وصيتك ناكت لرزا باسي خدمة نزيك كانك باش اخو آية كاني ميراث نسخي او ناكن كاگر كسي بيه بوصيت بكا تماشاكا خدمة نزيكي هي زور هجارة خدمة نزيكي هي بون منفير خوازة فقيه وصيتك بوكا أما براسي كاريكي تشاكا درباري أويكا أنجامي أدا نفرمي حقا على المتقين أما حقك لسر أواني كباريز كارن كمتقين كأو كاربكا كبريتيا لنوسيني وصيتك يعني وجهشتني لدواي خويا تابر شاورون بن كسوكاركي درباري أو فمن بدله بعدما سمعه هركس بي قوري لدواي أويكا بيستي واتبع عارزي خوي بي قوري وصيتك أواني أوايا فإنما إثمه على الذين يبدلونه تاوان نسر كسكانية كوصيتك كردوا تاوان نسر أو كسانية كوصيتك عن قريوة إن الله سميع عليم براسي خواي قورا بيسرة وشار زاية سورة بقرة آيات صدو هشتا وصدو هشتا ويك كواتقسك آل رأوية هركس بيوي بيوي نيد بيني درباري وصيتي كبيكا أو وصيتي نسر أو كسدبيت واجب باش ودبي اوبزانين بيش تشونا ناو باسي وصيه بفراواني دبي اوبزانين كوصيه زرري تيانه بيد بو ميلاد بران يعني ناوي وصيه يبكى تواوي ميلاد بركاني بهو وصيه اما والزرر بكن خواي جورا فرمي جل جلاله من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار لدواي وصيتك لدواي وصيتك من بعد وصية يوصى بها لدواي وصيتك وصيتي في كرابي أو دين يا قرزك غير مضار كنابي أو وصية زرد بدان لميلاد بران
چونك اگر ضرر بدا لميراد بران او او وصيته جيبه جينا كريبون ونكس يبلي طوالي مالو ملكم همو خير به خالي ناشرعي اقصد مگر همو ميراد براني راضي بن بلن راضين اگنا جيبه جينا كريم وصيته بو چونك ضرر ادا لميراد براكاني او بو جيبه جينا كري رادي زوري او ايكتو اتواني وصيتي تياب كيشنا يقل سرسي يقل سرسيش زورة يقل سرسيش زورة ده فرمي وصية من الله وصيتك للاين فروردقاري مزنة وبوئيوة والله عليم حليم هروكو باسم كرت خواي فروردقار شارزايا ونرمونيانا او سورة نساء آياتي دوانظة كلواني رابردوا زور بفراواني لخزمة دابوين الحمد لله بيشواما أبي شجاع أصفهاني لدواء أوي أفرمي وتجوز الوصية أفرمي بالمعلوم والمجهول يعني وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول دروس توصية كردن بالمعلوم بوشتي زان راوة بوشتي زان راوة يعني كسيك بلي أمشتا زان راوة للايهمو كسيك وصية درباري أوشتا زان راوة بكا ياخد والمجهول اشتكنا زان راوة اشتكنا زان راوة هر دروس توصية كردن درباري اشتك زان راوة لبرشاو همو خلقاك ازانن امشتا هيا زان راوة واشتك اجنا زان راوة لداهاتوا ازان ري اوا هر وصية كردن تيايا دروس تا جابا ويدي كزياترون ابيتوا كما وصامان افرمي أفرمي كما لو أوصى بثوب غير معين هل وكو وصية بكابا بوشاكيكي دياري نكراو معلومك ديارة برا شيرينكي من ألي ميراد برا كانم يا خزمة نزيكا كانم يا مالو من دالا كانم فلانا قات ككردوما بوججن لبريكم أو قات بدن بفلانكس أو زان راوي عنا الزان داو اي مجهول مجهول او يلا يكي لجل كانم بكن بخير يكي لجل كانم كام جلي او يان مجهولة يكيش تبرا شيرين اكي من باشان افرمي والموجود والمعدوم والموجود رونة يعني بشتك استه هبي بشتك استه هبي بون منعلة شي بون منعلة بری جوزی امسال کلیمان کردوتو لناو فردا دامناو بیفروشن بیان بو حزری لمزگوتا که خومانا هیا با فقه کان امسال بی برگو بی پوشاکو بی خوراگ نبن تیگشتی؟ او ایسا چیه موجوده هیا یا خود والمعدوم والمعدوم تماشا کما مصاما نفرمه کما لو اوصا بما ستثمره هذه شجره يعني بويك ام درختا اي قريه او وصيه درباري اواكا بون منا باخه هناري كي هي ام باخه هناره افرمي بون منا هزار صليتيايه دفرمي بري صب صل لباخه هناره كم بوب كم بخير فكم رونا او شيا او معدومه معدوم هيش ثاني قرتوا راس باخه كهيا بلان بروبومي نگرتوا اوا دروس تا وصیت کردن درباره ام چهار حالته ام چهار حالته چیوچین بالمعلومی والمجهولی والموجودی والمعدوم که نمونه کانی اوا نمونه سادل ساکاره و خوشت اتوانی نمونه دیکی بو بازکی برا عزیزه که من ده فرمیه وهی من الثلث وهی من الثلث وهی که بو چی اگرتوا بو وصیتکا ده فرمیه وصیتکا دبیل سیکی او مالبه که بجه امینه لدوی خوی ما مصطامان مصطفى الدیب البغا فرمه والاصل في ذلك بنرت آل ودا ما رواه البخاري ومسلم اويك بخاري ومسلم روايتي عن كردوه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال لسعد كر ابي وقاص ورضا ورحمتي فروردقالي لبي قال كفرميتي اما تشيروك كي سعده أفرمي عادني النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرواية دي أفرمي يعودني
عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت في غمري خوا صلى الله عليه وسلم هاود بو زيارة بو سردان ملكاتي كامل نخوش بوم فقلت وتم يا رسول الله أي في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصي بمالي كله وصيت أكم بهمو مالكم بكري بخير قال لا فرميشتي وانا به قلت فالشطر نيوي وصيت أكم درباري نيوي مالكم كبكري بخير قال لا فرميشتي وانا به قلت الثلث وتنباشا درباري سيكي مالكم وصيت أكم كبكري بخير فقال صلى الله عليه وسلم فالثلث والثلث كثير فرمي سيك سيكيش زورة آخر تو بيانا فيشتاوي خود برا عزيزكي من باوكي من يا باوكي تو يا باوكي هر يكيك من وفاتك أمري أو مالي لدواي بجي أميني أقبلين ري باي دا دفتر دولار دا دفتر دولار يعني چند هزار دولار يعني صد هزار دولار وايه صد هزار دولار يعني صد مليون ديناري عراقي لدواء بجي اميني وكوميلاتي الله يقل سرسي مالكم وصية دي بوخير هذا هين سنكا يعني بدولارك سيوسي هزار دولارك بويدك سيوسي مليون ديناري عراقيك زورة يعني ام وصيته راستا راستا لقلتين خيرا بلان زرينه چی زور اده ایل میراد برکانه ای بو پیش خود ندکر بخیر تا میراد برکانی شد قصه ناروات پینلن بلن لحقیه ما اخوا پیشتر که خود زندوی اچی بو حجرکان اچی بو لای بینواکان بباوککان بو لای بیوجنکان بو لای هجارکان بو لای تیرخوازکان بو او شوینانی کتیای هجاری تیای بو لگل خود نده برخیرک خيري خيري فيش خود روانيكي بلام ام جورة وصيته هلا خواي قورة دايناوة تا لجياني عن ني كردوا آلي راتو عني طولي خواي كاتو بيقزار خيري كي زوربكا تيقشتي برا عزيزكي من بيغمري شيرين صلى الله عليه وسلم فرموي والثلث كثير يعني سيكيش زورة انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم أفرمي أي سعد رضاي خوايدي به أقر تو بتأكيد ميراد بركانت وراثتك لو كاتاك تيهبو فرمي أقر تو ميراد بركان بدولماني جيبيلي خير ترى چونك خير اسمي تفضيلة يعني باش تدين شتيبو أو بدولماني جيبيلي لويك جيان بيلي لرا فرمي تدعهم سبحان الله أعميتك لمعجزة كان في غمر الشيرين صلى الله عليه وسلم أفرمي لويك بجيان بيلي عالة بهجاري يتكففون الناس في أيديهم كاتشابي عن لدست خلقي بيتاخل كي خيري كان بيبكا معجزة كي في غمر جيان زائلة يا صلى الله عليه وسلم لو كاتي كان خوش وصيتك أكايك تاكك كي هي بس سبحان الله للوظكي ترى پیغمبر شیرین صلی الله علیه و سلم بو دوار روش قصه اکا سعد چاک بو او دک ریه بو کاتیک وفاتی کرد داشه دک ریه بو کاتیک وفاتی کرد رضا و رحمتی پروردگاری لیبه لیکن انا فرمی تو اگر میراد برکت لوی دی کانا فرمی اگر میراد برکانه ناکری به جیان بیالی به هجاری چاویان ندستی خلکی بی بدولمانی جیان بیالا وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة فرميتو أجر هرشي ببخشين لا بخشين دل نيابة صدقة خيرة فإنها صدقة أو نفقة خير صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك حتى أو باروي أو تيكي كتو برزي أكيتو بودني خزانكت ياخد قيدادك بو أوي خزانكت بيخوا أو صدقة وعسى الله أن يرفعك لواني فروردقاري مزن في قو مكاني تو برز بكاتوا فينتفع بك ناس خلقاني بهوي تو سودمند ببن ويضر بك آخرون وخلقاني في ديك بهوي تو زيان من ببن
واته زرریان بکره اما معجزه کی دی کی پیغمبر شیرین صلی الله علیه وسلم کی عراقی فتح کرد سعدی کری ابي وقاص لسردم عمر رضی الله عنهما ای کی دولتی مجوسی شکست به هنا کی اگر پرستانی سرشار کرد کی دولت که یعنی لتو پت کرد هر سعد رضا و رحمتی خوایلی به کات خلکانیک بهوی و سودمند بون خلکانیکیش بهوی و زیان و من بون و حتی ضرریان کرد تیگشتی اما هموی چیه؟ هموی فرمایشتکانی پیغمبر جان صلی الله علیه وسلم که فرمی پلمکه لوانه تو بمینی منالی دی کده بی بدولمانی جیان بیلا بهجاری جیان میلا ولوانه تو خوای گوره او اندب لو پیگت برز بکاتوا خلکانه با هوی تو سودمند ببن و خلکانه کش با هوی تو ضررمند ببن نفرمی ولم یکن له یوم اذن الا ابنه فرمی لو روزه اتنها یک جنبه هیچ کسی نبو وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا ابن عباس ورضا ورحمتي فروردقار لهردو كان به فرميتي لو غض الناس إلى الربع لو غض الناس إلى الربع خوزقايا خلقي تابعان ببوشيايا لسيك بوشواريك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبر أوي بيغمري إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي الثلث والثلث كثير أو كبير أفرمي سيك سيك زوريا قوريا براصي مبلغي قوريا وكو أو نمونيك من بوتوم باسكر أن فرمودانا في شوامان بخاري ومسلم روايتي عن كردوها الرحمة فروردقاري مزن لهر دكيان به كفرمي تدع يعني تترك تترك تدع جيان بيالي تترك يعني وازيان لبيني آلة يعني فقراء آلة يعني فقراء فجال جمع عائل وهو الفقير آلة جمع كوي عائلة وهو الفقير كبريتين لكسي هجال يتكففون يعني من التكفف وهو بسط الكف للسؤال من التكفف يعني دسبان كردنوا اوش بريتيا لفان كردني دز بلاو كردنوي دز بوشي للسؤال بوشي سؤال كردن خوما لكردي على انتي سؤال كردن ياخد دروزة كردن دروزة كردن ازان يعيتي يعني كابرا اتيتا داري داوالا خلقك كا فيويستم بيتي بو بجيوي جيانم بو روزي جيانم دروزة تيجيش تبرا عزيزة كيمن او سؤال الناس كفافا من الطعام ياخد برسيار كردني لخلقي بو اويك خوراك بو خويدا بنكا كفافا من الطعام تيغيش تبرا عزيزك ايمن كفرمو يرفعك يعني يطيل عمرك كما ندريش بك فينتفع بك ناس خلقاني بهويتو سودمن ببن او ناسك يلويا من المسلمين لمسلمان بشي بالغنائم التي ستغنم مما يفتح الله على يديك من بلاد الشرك بودس كوتانيك بدستي أهيني لويفر وردقاري مزن لسردستكاني تويا ولاتاني شركو مشركين فتح أكيت تيجيش تبرا شيرين أكي من آية عراق تيشتر بدست كيوبو بدست ساسانيا كان ساسانيا كان كيبون مشرك بون آقر فرز بون بباور بون سعد عراقي رزقار كرد لو رزقار كردنا غنيمتي دسكو يعنى غنيمتي دسكو غنيمتك بو كي بو بو مسلمانان بو اي بهوي او فتح آزاد كردن و رزقار كردنا وكي زراني بركو مجوس يكان چيان لدز دا مالو سامان تيقشتي اعواي اخواي قورة بلو بيقي برز كردوا نفرمي ويضر بك آخرون كثانك بك بهوي توزر من ببن وهم الذين سيهلكون على يديك من أهل الباطل والشرك أوانا أو كثانا كتياعة شنو أمر لسرد استكاني تو لكثاني بطال دينك بطال وبوشة وهروها كثانك لسر شرك ومشرك من أهل الباطل والشرك يعني كثانك لسر بطال وشرك وكما جوسيا كان كدولة ساسانيا بون
وهذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أو معجزيك لمعجزة كان في غمر الشيرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أخبر عنه قبل وقوعه بجوري كهوالي داو في جروداني يخوم شتان روينيا وفي غمر يانوالي في يده صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر به الرويدا حروك هوالي لبار ودا فقد فتح الله تعالى على يديه بلاد العراق ده فرميه بالتأكيد خواهي فرورد قال لسر دستي أمسع ديا ولاتي عراقي آزاد كرد ابن عباس كفرموي لو غض الناس يعني اگر شاوفوشي بكر نقصوا في وصاياهم عن الثلث يعني كم كان ولا وصيتك كان يانا لسيك واكتفوا بالربع يعني اكتفاء بكن بشواريك شواريك لا ين بس به تيجيشتي بشواريك كوتاي بي بينن كاوان دبكن بخير شواريك ايش كم يبرا عزيزك من شواريك ايش هر زوره بلان اتر شرعيش لا يعني فقير هجار ندار اواني كبيداوستيان بفاري مسلمانان هيا لبرچاوي قرتوا بويا افرميسي ياك شواريك اتر بجواري او كسيك اخوي خيرك اكا برا شيرين كيمن لدواي او في شواي عزيز من ابي شجاع اصفهاني افرمي رحمه الله فان زاد اجر زياتر بولاتشي لسيك وقف على إجازة الورثة أو السنري أو وصيته لسر مولتي ورثة ورثة واتا ميرات غريكان واتا ما مصامعنا فرمي أي موافقتهم لأن حقهم متعلق بالزيادة واتا فيوستي برزامن دي مولتي ميرات غريكان هيا چونك ما فيانا چونك ما فكيان وابسته بو زيادة و تيجيش تبرع شيرين كيمن سيك كتار رادئك بس كتوتها موي هموي يعني دولا سر سيك إيش فالمئة أواء والسين دي لسر مولتي ميلاد جركان أجر ميلاد جركان وتيان رازين أو رازين أجر وتيان رازينين أو وصيتا بوش أكريت أو سيك دياري أكري أو يدي كي ترخان أكريبو ميلاد جركان تيجيش تي دفرمي ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة دفرمي ودروزني وصية كردن بو ميراد قريك بتعيبتي مقر تواوي ميراد قريكان رزامندي بدنو مولد بدن بوا دروزني كسك وصية بكا بو ميراد قريكي بتعيبتي بوشي دروزني چون که خواهی گوره براندویت یاو خواهی گوره براندویت یاو که او میراد گره وگ میراد گره کانی تر وایه ایتر چی پیویز اکاتو تایبتی که با وصیتی که تایبتا و اگر کردی میراد گره کان راضی نبون بطالا تیگشتی بطالو به هیچ جوره جه بجه نکره بوی ما مستامن مصطفى دیب البغا فرمه ای اذا رضو بها ووافقوا عليها وتأجر في رازي بن أها بهاك هاك بوشي أجر توا بوصيتك أجر رازي بن بوصيته رضا من دي عن دربري لسر أو وصيته كبل رازين أم باوكي إما درباري أو ميراد جري بتايبة وصيتك دو في رازين أو لو كاتا ألين خلقك خوي رازية تو أجر رازين بن بطالة لأن المنع لحقهم لبر أوي إيمك ألين ريقري أكري لزيب زيكردني أو وصيتا لبر ما في أوانا لبر ما في أوانا فإذا رضوا بها صحت أجر رازيب بها بوصيتك درست رونا براشيرين كيمن أجر خويان رازيب درست بويا ما مصامعنا فرمي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لأبي أمامة رضا ورحمتي فروردقاري ليبي بومان روايات كرد وقال كفرميتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كأي فرمو إن الله أعطى كل ذي حق حقه بتأكيد فروردقاري مزن بخشيويتي بهمو خاوا ما في ما فكي فلا وصية لوارثين بويا وصية ذنية بوميراد قريق بتايبتي اشتوانا به
بشوامن أبو داود وترمذي وابن ماجه روايتي عن كردوة رحمتي فروردقار لقشت زانياني إسلام به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولابن عباس ورضاه رحمتي فروردقار لقشت يان به فرميتي قال رسول الله في غمر الشيرين صلى الله عليه وسلم فرميتي لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة يعني أو استثناء أبم حديث أكره تيه قيشتي ده فرمي لا تجوز وصية دروزني وصية لوارث بو ميراد قرية بتايبتي لنا وميراد قرية كان إلا أن يشاء الورثة مقر ميراد قرية كان ديك خويا بيانوي اگر بسیار درست اگر نه یعنی بطال درست نیه پیشوا من دار قطنی روایتی کردوه رحمتی پروردگاری مزنی لیبیت برا عزیزه که من وصیت با میراد گران نکرد چون که خویان بشیان با دیاری کراوه زیاده که لفرموده که بایه پیم خوشه بیهنین تکاتی خوی لأدلة الرضیه لمثل الدرر البهية يا باطمان كردوه بيشوامان ترمذي لسنان كيدا بجمار دو هزار وصد وبستو يك لعمري كري خارجوا بومان رواية أكا أفرمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها أفرمي في غمر الشيرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتاري خويند ولا سر واشتركي وأنا تحت جيرانها من لجير قردني واشتركي دابوم وهي تقطع بجرتها أم حشترا وصاوة من لجير قردني دام كاويجكا كاويجكا يعني شون كاويجكا من لجير قردني دام حشتركا في غمر جام بسرية وصلى الله عليه وسلم متعرفين وأمش وصعادتي وايا واشتر من خون بيني وما بتشاي خون لمدينة منورة لشوينان که هی ناو گده اهینه تو ناو دمی هی دن یبا تو بو ناو گده آوا اهینه تو بو ناو ایبا تو درو کاوی جکا ایتر لیک کف بدن یای تخوارو بو ای افرمی و این لعابها یسیلو بین کتفیه فرمی بو ای من لجر گردنی داو صاوم لیک که بناوشان ما ها تخوارو لیکی ام پشترا کوی تخوارو اکوی تبینی شانی ام عزیزه واتا عمری کن خارجه بناو شاني عروات اخواره فسمعته يقول بسم لفي غمري عزيز من بفي داي بم بدايكو بباوكو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأي فرمو إن الله أعطى كل ذي حق حقه إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث واتبد النيائي وفروردقار ما فيها مو خاوان ما فيك داوة بويا وصية بوارث ناكريت تيجيش تبرا شيرين كيمن باشان بيشوامان أبي شجاع أصفهاني رحمه الله رحمة واسعة أفرمه وتصح الوصية من كل بالغ عاقل دفرمه دروس توصية كردن للاين همو كسيكوا كبالغ به وعاقل به بالغ يعني بيجيشتو عاقل يعني جير به تيجيشتي تبي او كسي وصية اكا بالغ به عقلش به واتا بيجيشتو وتيجيشتوش به ما مصطمع نفرمي ولو كان صبيا مميزا اگر هاتو من دالكي زيتلو زيتلو زيرك وتالاكش به هر دروز نيا هر دروز نيا واتا لحالي حياتا بلا واعكم هسه خوي باسي اكا فرمي ولو كان صبيا مميزا اگر تي من دالكي زي طلبتو خير وشر ليك جاب كاتو وقازان جزر ليك جاب كاتو دورو بري خوي بشاكي بزاني وبناسي لانها تصرف مضاف لما بعد الموت اها موكو في ناس بوصية دايرشتوا دا فرمي امال بر اوي هل سوكوتيك مضاف لما بعد الموت دا دريتا بال دواي مردن باشا واتا وصية بو دواي مردنا باش أم من دالهر لإسا وأم وصية تشونك دفمي والصبي يمنع من التبرعات المالية حال الحياة دفمي من دال
ريقري لي أكري لبخشيني مال لكاتي جيانيا خوي هشتا خواي زاني لواني حفتا هشتا صال نوصال بجي تو من دالك يهر لإيساوة تبرعي تيكي واتتي أبخشي لأن ذلك يضر به لبرأ وزرري لأدا بو يرقري لي أكري أما بعد الموت بلام درباري وصية كذن بود واي مردن فلا يضره تبرعه بماله بخشينا كي زرري بينا قيني تيجيشتي فلا يضره هي الزرري كي بينا قا تبرعه أو بخشيني كي بخشي بماله بمالكي بو شنك خوي لحال حياته نما ومردوه إيه أويش كوصيتي بوكا خيرا بخوي روانيك تيجيشتي براشيرينا كي من وأفرمي لكل متملك بوها موش تيكا بتوان بكري بمال يعني وصية كردن دروستا للاين همو بالغيكي عاقلوا بوها موش تيكا اوشتا بتوان بكري بمال بو اوكا تيكا وصيتك بوكراوا اي تصح الوصية لمن هو اهل للتملك واتا دروستا وصية كردن بوكا تيكا اوكا اهل بيبو اوي بيبتا خاوان داري خاوان داريشتك حتى ولو كان حملة اگر چی او کسی که وصیتکی بو اکره حملیش بی حمل یعنی چی یعنی کورپلین او سک بی چون کام کورپل که هاتا بون اکره ببی بخاوانی اوشتیان نه اکره اذا كان معینا اگر اوشتشتکی بیاری کراو بی فإن كان الموصى له اگر اوی که وصیتکی بو کراو غیر معینین دیاری کراو نیه واتا دياري كراو نبو فيشترط أن تكون جهة ليس فيها معصية أو بمرج أجيريك أو لا يني وصيتك بو أكري لا ينيك بك تيا إذا تاوان كاري تيا نبي بهيج جوريك دفرمي وفي سبيل الله تعالى ودروس توصية كردن لبيناوي فروردقاري مزنا وق أوهمو نمونيك باسمكن بو نمونة توكاتيك وصية أكي تبشي لما لكم ترخان بكن بو حجري فلان مزقوت اما خيره يا خير نيه خيره بو فقط يا اخويني فقط فيوستي بخوراكا فقط فيوستي بفوشاكا بو اي ببن ببيرات قريك راستقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا برا شيرينا كي من دروس كردني فرديك دروس كردني قتاب خانيك بخشيني بو نمونة صد مصحف لقرآن بو مسلمانان خيره يا خير نيه خيره بو نمونة بمالك وصية أكي كبو ما ويدا صال يا بيصال من خوراكي أو مالا دابين أكم كتيا يا بيباو كتيا بخي وكري خير يا خير نيا خير قماني تيانيا بخي وكردني بيباو كان بخي وكردني بيوجنان خير كردن بفير خوازان همو أوانا بخشينوي فرتوكي بسود همو أوانا خيرا كاتا دبئي ما خيرا كان من لبرچاوابي وصية كردن بو زيادة شاكية اما كاتيك قالين وصية دروستا بو همو كسيكي بالغ عاقل بو اوشتيك ببيبا ملك بو او كسيك وصيتك بو اكري ولا فيناوي فروردقاري مزنا ما زيادة شاكيك هل يكا فرصتك فروردقاري مزن دايناوة بيشواما ابن ماجي قزويني لسننكي دا بجمار 2609 لأبي هريرة ورضي الله عنه ومن رواية أكاك في غمر الشيرين من صلى الله عليه وسلم فرميتي إن الله تصدق عليكم فروردقاري مزن خير صدقي دانا وبؤيوة عند وفاتكم لكاتي مردن تانا واتا لو كاتيك رسل مرقان بثلث أموالكم بس يكي مالك أنت زيادة لكم في أعمالكم وكو زيادة شاك بكر دوك أنت كواتا سودي أموصيتك كابرايكا يقل سر سي يقل سر چوان يا يقل سر تين جا يقل سر شش يا يقل سر حود يا يقل سر هشت يا يقل سر نو يا يقل سر دي مالكم بو بكن بخير بو چيا بو زيادة شاكية بو اوي تخواي قولا ليد رازي بي ودلي صدان وهزاران خلقشي بي خوش اكري ودنيايا فروجي بي جبجي اكري فيش وامان أبي شجاعي أصفهاني أفرمي وتصح الوصية وصية دروستا كاريكي بجيو شرعية آلي ريا أم وصيتا شتيكي ترى شيا أو شتا زانايان تيفرمون إيصاء أذاني إيصاء يعني تي الإيصاء
إيصاء يعني سروسية كردن يعني سروسية سروسية يعني شي يقين مهيا كأمرم لتور رأبينم كأقال لمن دالكانم به درس دوريان بيبلي مالكيان بفيرون دي بوشاكو خوراكيان بو دابين بكي أقال ليان به آلو كاتا دروستا من تو كان بسروسية خوميان دروستا ألم برا عزيزة كم رحمة إخوان ليبيا من أمرم مالو دارائيه كم جيهش توبو أم مالو من دالم من دالا كان مردن هيدنا فامن تينا قن لشت تو لو ماليها ما أيام دستو بوين خرك السعبت خورا كان بودا بينك بوشا كان بودا بينك أقال لخلنا كيان به أقال لحالو باريان به أما في يوتري الإيصاء يعني راس باردني كسيك بوي سرفرشتي اوانا بكاكا لدواي كسيك جي امينن بو امام مصطامان يكسر لخوارا وافرمي اي الايصاء بالتصرف بالمال واتبريتي لسروسية كردن با دستي وردان لمالي او كسيك مردوا بوي كسر في بكا بو مالو خزانكي بچاكا والإشراف على الأطفال ونحو ذلك وسرفرشتي كردن لسر من دالان وسرفرشتي كردني من دالان هاو شيوي اوه شنك هر اوان يتوعى قولة من دالة كان به اي خوين دنيان اي روشتيان اي سرفرشتي كردنيان اي آقاداري خوراكيان اي فوشاكيان اي تندروستيان اي نادنا درويان بو كاروباري كي خير نخوشي اكشتيك همو او بريتي لسرفرشتي كردن وايه في شوامع نفرمي وتصح الوصية وصية كردن دروستا واتكسي بكي بسر وصية خود الى من اجتمعت فيه خمس خصال بو كسي كبينج صفات صفات تيابي واتأوكسيك تؤيكي بسر وصية خود أبي أمبين صفات تيابي الإسلام أبي أوكس مسلمان به والبلوغ أبي أوكس بيقيشتو به والعقل أبي أقل جيريها به والحرية أبي كسيكي آزاد به كويلن به والأمانة أبي كسيكي أمين به واتدس بيسو دز نبي خائن وناباك نبي أجر كسيكي بيني مسلمان بو بيجيشتو بو جير بو آزاد بو أمين بو دروست بيكي بسر وصيتي خود بو أوي سرفرشتي مالو دارائي توبكا لدواي مردني خود بو أوي آقاي لمالو خزانكي توبه رونة آبما بيشوامان أبي شجاع وما مصطامان مصطفى ديب البغة كوتاييا هنا بباسي الوصية وهروها الإيصاء كإساء ما جم فيكر دروست وصية بك دواي مردني چي بوبكن بيشوامان مسلم لصحيحة كيدا بجمار النصد وشست وشش لعاملي كري سعدي كري أبي وقاصة بمن رواية لك رنبروا ألم لكيوا عاملي كري سعدي كري أبي وقاص لو كاتارك تي تي هبو إسا كي رواية ليكا كري في كناوي تي عاميرا أفرمي أن سعد ابن أبي وقاص كسعد كري أبي وقاص رضا ورحمة إخوائي لأبي قال فرمي في مرضه الذي هلك فيه لو نخوشي كتيايا مرد رضا إخوائي لأبي فرمي تي إلحدوا لي لحدا فرمي با قبركم لحد به بيري لكتاب الجنائز وثمان قبر دو جورة كيو تيبو شق لحد شق أوي ولاتي كردوارية كقبركا الأكني لحد أوي كلا دري أكي كاتي خوي باسم كردوا فرمي وانصبوا علي اللبن نصبا فرمي خشتيشم بخنبلايا وانصبوا علي اللبن نصبا يعني تو تماشاك كتو قبركا وبلحد كر يقول لا يكي تشوالا شيكي اگر بيتو قلاك آوا شور كيتوا همو قلاك اتشتناو قبرك اتشنكا لا درة بوشا اي اگر خشت فيالا خشتك بو ابيبا ديوار ابيبا بربز او قلاك اتشور يكيت اخواري ناس يتناو قولك تيقشتي فرمي اوشن بوبكا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم هروك اويكا بو في غمر إخواك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمش بلغيك لسألوي كالكاتك أن نخوشبو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم زيارتي كر زيارتي نخوشي أو تأما وباسي أواكا كتشيبو مردني في غمر كراو صلى الله عليه وعلى آله وسلم براشيرين كيمن كوتاشد إما نعلن وصيت بك
اي وصيه شلون بنوسي وصيه شلون يتي نوسينك اي شلونه دلين شلون يتي نوسيني وصيتك اوايه زنان بس يعني كردوا ام دينه تواوا ام دينه نقصان وناتواو نيه تا كسي بيبلي من توابيكم تواوا نقصان نيه اوي علي ناتواوا خوي ناتواوا تيجيشتي تيشواما بيهقي لسنن الكبرى كيا بجمار دوان ظهزار وششطد وهشتاوسي لأنسي كري مالك ورضا ورحمة إخوائي بيبو عن رواية أكا قال كفرميتي كانوا يكتبون في صدور وصاياهم فرمي أواني الصحابة صفتي أنوابو كالدستيك وصيتكان يعني شي يعني نسي أما يعني نسي هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أما أوشتيك فلان كري فلان وصيتي دربارك أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصيتك شاهدي أداك هيج فرستراويق نية بحق شايني فرستن بيجغل ذاتي فاكي الله نبي هيج شريكك نية وأن محمدا عبده ورسوله ومحمد يجب في دائبهم صلى الله عليه وسلم بندو روان كراوي خواي فروردقارة عبده ورسوله بندي إخوة وفي غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأمكث وصيتك شاهدي أداك قيامة ديت هيج قماني قلباري ونية وأن الله يبعث من في القبور وهروها شاهدي أداك الله دل جلاله أويك لقور كان يزندوي أكاتوا وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته ووصيتي أكر بو أهلكي خوي بو خزانكي خوي كبحق لخواب ترسن تقواي خواي فروردقاريان هبه وأن يصلحوا ذات بينهم ونيواني خويان شاكا شر آجاويان نبي ويطيع الله ورسوله وجرائي خواه في غمري خوابكا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كانوا مؤمنين أقراز أكا مسلمان إيمان دارا وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب وهروها وصيتي مالو خزان كان يعني أكر بويك إبراهيم ويعقوب عليهما السلام وصيتي مالو خزان كان إخوان يعني في أكر كأخواي قولا نقلي أكافر من ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعني إبراهيم ويعقوب عليهما السلام وصيتي الرولة كان إخوان أبمشي وأكر يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي رولة كانم يا بني أي رولة كانم أي نازدار كانم أي شيرين كانم بتأكيد فرورد قاري مزن ديني بو إيوه البجاردوة اصطفى لكم الدين خلي بجاردوة بو إيوه الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما نكن بمرن إلا لحالتك كان بك إيوه مسلمان واتكاتك أمرين رود هذي مسلمان بي مالو خزانكت بمسلماني بجيب الله خور بعدت هذي لفرورد كردنيانا تيريانك تيانجينا بيان جينا اموزغاريان بك كاوابن افرتا كان بوشتو برداغ بن با حجاب يان هبي با داوين باك بن با دس باك بن با نوشخين بن با تشاو باك بن با جوية باك بن با دس باك بن با دم باك بن هر وهابو كركان كبا نوشخين بن با اهلي علم بن وهر وهابو كتاكانيش چون كخوين بن بو كتو كرا با كسي كروشن بير بن بدينة كيفر وردقاري مزن نو كسي بيت بأعرزوها مباياري بيبكا تيجيش تبرا شيرين كيمن أما صفتي نسيني شونيتي نسيني وصيته أو ذات شيء أولا دواي أو أي نسي شي قرزار ما من قرزاري كم شيبكن شيمكن مغلقم آوا أو نيكن بخير بوشيوا تيجيش تي كأميل خزمتي دابوين شيبو أميل خزمتي دابوين باسي وصيت بو وهروها الإيصاء كبريتي بو لثر وصيت بداخل وهندي كس كديت باسي ام بابتا اكا ام دوشتا ليك تيجيات ام دوشتا تيجيات وصيت بزوري لباري تبرعاته تيجيشتي لباري تبرعاته تنك باسك باسي خيره باسي بخشينه بلان ايصاء ناسر وصيت جاوازة سر وصيت وكسيك اقري علي سر پرشتي اوانبك لدواي من بجي ماون أما تشي أما أوانية كتوبلي برو مزقو تدروز بك وحجري آودان كرو فرقي هي وصية لقل إيصاء
نبي أمدو بابكت يا كلاوكي أبي أوكو خوي روني كيتوا تا مسلمانان بقشتي في الخوازان وفقه كان بتايبتي شار زاي ببن بو أوي ليان تيقنتي تيقشتي برا شيرينكي من إن شاء الله لواني آين دمانا ولوانا كاني ديكيا دين سر كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا خواي قوري أرمتي درمان به داوال أخوة أكم بإسمي عظمي لقناهي منو إيوو دايكو باوكو ما مستقان من خوش به خواي داوال دلي أكم بمان خيتبر شفاعاتي في غمرجيان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير الجزاء.